دلوقتي دكتور معز الشهدي الرئيس. بدأنا مع حضراتكم من حوالي 4 سنين حملتنا دعم الصناعة المصرية. النهاردة احنا في محافظة الاسكندرية تحديدا في مدينة الدخيلة بنقدم منتج جديد للصناعة، ولكنه ليس صناعة، المنتج الطبي لا يقل أهمية عن الصناعة المصرية وأي قطاع تاني مختلف من القطاعات الإنتاجية المصرية. النهاردة احنا في محافظة الاسكندرية مدينة الدخيلة مستشفى قصر الشفاء جايين نشوف المنتج الطبي بيقدم ازاي. مستشفى قصر الشفاء هي تقريبا المستشفى الوحيدة اللي موجودة في محافظة الاسكندرية بل تكاد تكون في مصر، فيها اكبر قسم للرعاية المركزة، فيها حوالي اكتر من 102 سرير رعاية مركزة، ودي نقطة تحديدا دايما بنلاقي فيها مشكلة في موجود في كل المستشفيات او المراكز الطبية الموجودة، دايما عندنا ازمة في الرعاية المركزة. ربنا يعافي الناس جميعا يا رب ويشفي اي مريض يا رب العالمين. احنا النهاردة جايين نشوف المنتج الطبي بيتقدم بشكل متطور ازاي، جايين نشوف بيتقدم بجودة عالية ازاي. المنتج الطبي لا يقل اهمية عن المنتج الصناعي، وحتى اتجاه الدولة في الفترة الاخيرة زي ما شفنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يعني اولى القطاع الطبي والصحي اهمية كبيرة جدا لاحتياجنا في الفترة الحالية دي لقطاع متميز في هذا المجال. طبعا ناهيكم عن يعني ربنا يعافي مصر يا رب والعالم كله ان شاء الله ان شاء الله، ويكون في حد كبير جدا وعلاج ناجح لفيروس كورونا، ولكن في هذه الفترة بنحاول بقدر الامكان نشوف القطاع الصحي بيقدم لنا ايه. احنا النهاردة في مستشفى قصر الشفاء، عارفين ان هم المستشفى دي الوحيدة اللي موجودة هنا، صحيح فيها رعاية طبية عالية وفيها تأمين صحي علشان الناس اللي هي بتتعامل بشكل التأمين الصحي او بالشركات او بشكل او ما شابه، فالنهاردة بيقدم لهم خدمة طبية عالية جدا. تعالوا نشوف مستشفى قصر الشفاء ايه المنتج اللي بتقدمه النهاردة. بتقدم الشكل الصحي، الرعاية الصحية للمواطنين بشكل عامل ازاي، وايه القطاعات الموجودة هنا مش موجودة في حتة تانية. تعالوا مع بعض نشوف. برحب دلوقتي بالدكتور طارق الفولي مدير مستشفى قصر الشفاء بالاسكندريه. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا فندم. اهلا فندم. دكتور لو حبيت تكلمنا عن المستشفى هنا، خاصه ان انا عارفه ان هي المستشفى الوحيده في مدينه الدخيله، والخدمات الطبيه اللي انتم بتقدموها بحيث ان انا يعني احس ان في منتج طبي او منتج صحي متقدم للمريض بشكل وبجوده عاليه وبميزه تنافسيه عن كتير من المستشفيات المختلفه في انحاء الجمهوريه. هو سعادتك اولا عشان نتكلم على مستشفى قصر الشفاء، مستشفى قصر الشفاء دي انشات سنه 2010. سنه 2010 وكانت يعني في تطورات حصلت فيها وفي زيادات حصلت فيها واضافه ادوار حصلت فيها. وبعد كده في الاونرز الجداد اللي هم ملاك المستشفى الجداد لما جم اشتروا المستشفى. بصراحه نتكلم بصراحه ان هو اهتموا ببعض الحاجات اللي هي بتقول لي ساعتك بتكلمي فيها، اللي هي عمليه ان انا تقديم الخدمه الطبيه المتميزه من خلال ان انا معايير الجوده اللي موجوده، معايير انفكشنز كنترول، معايير ان انا ما اشغلش اي حد عندي، بالذات ان التمريض لازم يكون كله كواليفايد او هايلي كواليفايد. ده مهم جدا يعني. طبعا يعني من اهم القطاعات اللي موجوده في اي مكان، ممكن مركز طبي او مستشفى، وحتى طلبه التمريض نفسهم اللي احنا بنشتغل معاهم عشان التدريب بنعمل لهم ان هم مساعدين تمريض، يساعدوا التمريض.
فانا التمريض اللي عندي كله معهد عالي للتمريض، ما عندناش حد خريجه لمعهد عالي للتمريض. عندنا مساعدين التمريض دول عباره عن اللي هم الطلبه بتوع التمريض نفسهم الموجودين. فالاهتمام من الاونرز الجداد بالمستشفى وبي اللي هو يرفعها للكواليتي بتاعها دي مهمه جدا، موجوده حاليا عندنا ودي اهم حاجه موجوده. وبعدين زائد ان احنا بنحاول بقدر الامكان من خلال الاونرز الجديد ان احنا بنعدل، بنحاول نخلي كل حاجه ميكانه، يعني من خلال دخول سيستم. السيستم ده مهم جدا دلوقتي، عاوز الغي اي حاجه ورقيه موجوده في المستشفى. فكل بنتعامل كلها من خلال الكمبيوتر. ودي طبعا دي بتعتبر دي طلب الجوده، لان احنا اصلا كمستشفى احنا مطلوب مننا ان احنا هندخل في الجامعه المصريه على اساس ان احنا ندخل في الكواليتي اللي موجوده عندنا على مستوى الجندريه. دكتور لو اتكلمنا عن يعني حاجه كل العالم بيتكلم فيها مش مصر بس، عن فيروس كورونا. لو لا قدر الله يعني بعد الشر عنا يا رب وعن اي حد يدخل المستشفى، بعيد عن كل الناس يا رب مش مصريين بس، كل الناس في العالم، لو في حاله جات لحضرتك الحاله دي ممكن تكون يعني والعياذ بالله مصابه بكورونا، تتعامل معاها ازاي؟ يعني بالاضافه ان هل انت هنا عندك في هيئه التمريض او الدكاتره او كده ان انتم مؤهلين ان انتم تتعاملوا بحيث برضو لو حد عنده ما يعديش طقم التمريض او طقم الاطباء؟ هو معاليكي اولا من واحد، احنا طبعا احنا المستشفى في كونكشن، في ربط ما بيننا وبين وزاره الصحه باستمرار. يعني احنا اولا طلب مننا ان احنا بنحضر اجتماع تقريبا دوري على اساس ان المستجدات اللي بتحصل في كورونا، وانا بنفسي حضرت الاجتماع ده في العلاج الحر. وطبعا احنا بالنسبه لنا كل الحالات اللي بتيجي بتبقى حالات سسبكتد، يعني احتماليه. ان احنا المكان المصرح بيه ان يقول دي كورونا مش كورونا اللي هو وزاره الصحه. ممنوع ان اي حد يقول الكلام ده كله. صحيح. انما طبعا الاعراض اللي موجوده في كورونا هي اعراض انفلونزا. اللي هي السنيزنج، العطس، حالات الحراره، وحالات الشبح. احنا مش مصرح لنا نقول انها كورونا، احنا بنقول سسبكت انها كورونا بس. حتى بنحولها للحميات بنقول دي عندنا شبه التهاب رئوي. بعد كده هم بياخدوا الاجراءات القانونيه بتاعتهم، بيعملوا التحاليل وبياكدوا اذا كانت هي كورونا ولا مش كورونا. تمام، ربنا يا رب يسلمكم، يسلم كل الناس يا رب. الله يخليكم ويشفي كل مرضانا. انا بشكر حضرتك جدا. شكرا جدا يا دكتور. دلوقتي داخلين نشوف اقسام المستشفى، واعتقد ان من اهم الاقسام اللي ممكن تبقى موجوده في اي مستشفى قسم الطوارئ. تعالوا نخش نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض ده قسم الطوارئ، يعني من اهم الاقسام في المستشفى. هتعرف حاجه يا دكتور؟ انا دكتور مدحت، اخصائي طوارئ. هنا الطوارئ في المستشفى ممكن تكون بتقدم الخدمة للمرضى ازاي؟ بص حضرتك، هم دايما يوصفوا الطوارئ ان هو خط الدفاع الاول في اي مستشفى. فهو المريض بيدخل عندنا، مريض الطوارئ اللي هو يعني الحالة لسه مشتكي منها حالا دلوقتي، هو بقى مثلا مقص كلوي، مرارة، ارتفاع ضغط، اي من الحالات دي. الحالات دي، وفي مثلا لو حد معاه ألم في صدره، حد معاه مشكلة في درجة وعيه، حد معاه ارتفاع مثلا في وظائف الكلى. تمام، ده كل ده يعني ده غير بقى المرضى العاديين اللي ممكن يجوا الطوارئ مثلا الساعه 11 بالليل 12 بالليل الكلام ده. يعني الطوارئ دي بتبقى 24 ساعه مفتوحه. 24 ساعه تقبل اي حد؟ اي حد. هو المفروض في وقت العيادات لو انا بشوف الحاله وبقيمها بالكاتيجوريز بتاعنا، لو العيان شايفه ان هو عيان عياده لا بيدخل العياده. لو العيان طوارئ بنتعامل مع الطوارئ. تعامله مثلا بيقعد هنا مثلا وقت معين في الطوارئ مثلا كام ساعه مثلا؟ هو البروتوكولز بتقول يعني نص ساعه لساعه بالكثير. نشوف العيان، نقيمه الاول. لو هو عيان طوارئ بيسحب التحاليل بتاعته، بنشوف الراديولوجي بتاعته اللي هي لو يعمل سونار، يعمل اشعه عاديه على صدره، اشعه على المخ، وهكذا. ربنا يوفقكم يا رب. انا عارفه كمان قسم الطوارئ ده من اهم الاقسام اللي ممكن تبقى موجوده في اي مستشفى، خاصه التشخيص، وده كنا بنعاني منه في مستشفيات كتيره، انه ممكن بيخش المريض طوارئ ما بيتشخصش كويس. فده برضو اعتقد ان من العوامل المهمه جدا انها تبقى متوفره في اي مستشفى. لو المستشفى ما فيهاش طوارئ يبقى يعني خلاص ما فيهاش شغل اصلا. المفروض ده زي ما قلت لحضرتك في الاول ان ده رقم واحد، يعني ده المكان رقم واحد اللي المستشفى، اي مستشفى خاصه او مستشفى حكومه حتى بتتعول عليه. وانا الشاشات والحاجات دي اللي هي المونيتور بيدوا عليها؟ المونيتور ده بيوضح لنا حاله رسم القلب، الاكسجين اللي في الدم، عدد ضربات القلب بتاعت المريض. تمام، المفروض المريض مجرد ما يقعد على السرير وانا قررت ان هو عيان طوارئ ببدا اوصله على المونيتور وببدا اتابع حالته من خلال المونيتور.
وطبعا زي ما حضرتك شايفه بيبقى في ده الباسكت بتاع السيفتي، تمام، ده اللي بيبقى فيه الالات الصلبه او الحقن او الكلام ده، وده الحاجات بقى بتاعه المرضى، القطن، الشاشه، الكلام ده. ربنا كمان يعافيكم. انا عارفه ان انتوا تبقوا موجودين في المستشفيات، ده يعني بقى في يعني مكان كتير فيه الفيروسات والميكروبات. ربنا يا رب يسلمكم ويعافيكم. المستشفى الحمد لله موفره كل الادوات بتاعه النظافه، والمكان بيتعقم باستمرار، كلور، ديتول، الكحول متوفر باستمرار، الماسكات زي ما حضرتك شايفه. واحنا متكلمين برضو ده المستشفى ان في ماسكات بتبقى يعني الجوده اعلى من كده شويه، وهم وعدونا ان هم يوفروها يعني. ربنا يوفقكم يا رب ويحفظكم يا رب. شكر جدا. شكرا يا دكتور. شكرا. احنا عند وحدة الغسيل القلوي، واعتقد برضو دي من الوحدات المهمة جدا في اي مستشفى. ربنا يشفي ويعافي يا رب كل مريض. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازي حضرتك يا دكتور محمد؟ ضيف شركة كده، مسؤول عن الوحدة. هنا وحدة الغسيل القلوي كده حضرتك في 16 مكنة غسيل، وفي مكانتين غسيل موجودين في العناية المركزة، عشان حالات العناية اللي صعب انها تتنقل بنحتاج اساعدة. احيانا المريض جدا ما ينفعش يجي من هنا لهنا فبيغسل هناك. 16 مكنة بتتقسموا، دي الجزء الخاص بالمرضى الفيروس سي، طبقا لعزل وتعليمات وزارة الصحة. وهنا ممكن يدخل؟ احنا مستأذنينهم يعني. سلامتك. الله يسلمك يا حاجه. شكرين. الله وعافيك. الله يخليك. شكرين اول. شكرين. بتعمل ايه دلوقتي؟ الحمد لله، والله الحمد لله رب العالمين. كل قد ايه؟ انا سبت واثنين واربعة. في تحسن؟ الحمد لله، والله الحمد لله رب العالمين. ترتاح لما بتيجي بتعمل هنا الجلسات؟ طبعا. كان لما بيظهر اعراض جانبيه عليها مثلا زي هرش بتاع، الدكتور بيحلله والدكتور بيوصف لنا العلاج. يا رب بالشفاء يا رب. ان شاء الله ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. شكرين. الله. السلام عليكم. هطلع لك الفن. شكرك. الله وعافيك. الله يخليك. الحمد لله تمام. كويس؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام والله. الحمد لله هنا عايمين بكل حاجه وتمام، مفيش اي حاجه يعني. عينيا فوق ممتاز يعني. ربنا يا رب يبارك فيك يعني، على طول معانا موجودين، ما فيش اي حاجه والله. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. خليك. الله يخليك. طول على حضرتك. سلام عليكم. ماشي، على السلامه. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ الحمد لله. الله يعافيك. الله يخليك يا رب. الله يخليك. جلسات هنا كل يعني كل كام يوم كده في الاسبوع؟ ثلاث ايام في الاسبوع. لا في تحسن؟ الحمد لله. بقى لي 8 سنين بغسل وكويس الحمد لله. ان شاء الله ربنا يا رب يعني يشفيك ويعافيك ويجعلها بالشفاء ان شاء الله باذن الله. امين يا رب. وعايز اذكر العاملين بالوحده من السوداء والاطباء والتمريض وكل المستشفى الصراحه. حاجه تمريض طبعا ونظافه وكل حاجه والله فوق الوصف يعني. غسلت في كذا مركز ما فيش احسن من هنا. يشفيك ويعافيك يا رب. يا رب. الله يخليك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حضرتك؟ انا دكتور احمد عبد الرحمن، انا استشاري التخدير، انا مدرس تخدير في جامعه اسكندريه ومدير العمليات هنا في قصر الشفا. التخدير ده اعتقد من اهم الحاجات اللي بتبقى في العمليه، والناس كلها دايما تخاف من التخدير، وبيقولوا ان التخدير من اهم عمليات نجاح العمليه.
والله هو كلام حضرتك مظبوط، بس يعني هو التخدير ما فيهوش حاجه تخوف يعني. احنا هنا الحمد لله يعني بنشتغل ما يزيد عن 400 500 حاله في الشهر. ده عدد كبير قوي. الحمد لله زي بفضل الله بنشتغل كل الحالات، حالات حالات العظام، تغيير مفاصل، حالات الكسور، بيجينا حالات الطوارئ كتير، عمليات النساء والتوليد وحالات الجراحه وانف واذن. الحمد لله ما حصلتش معانا مشاكل خالص هنا يعني. مطمن العينين الحمد لله يعني. مستوى التخدير هنا حتى الاجهزه والمونيتورز وكل حاجه 100% يعني الحمد لله. ربي يقويكم ويبارك فيكم ويحفظكم يعني، لان طبعا عارفه ان مكان اللي بيبقى فيه عمليات وكده برضو محتاج ان انتوا تبقوا دايما يعني ربنا يسلمكم دايما في حرص من اي حاجه. الحمد لله يعني الامور ماشيه كويسه قوي الحمد لله. يبارك فيكم. هنا العمليات بتتصنف مثلا صغيره كبيره متوسطه؟ احنا عندنا اربع اوض عمليات يعني، نعتبر ثلاث اوض عمليات كبار وفي اوضه بس صغيره، دي اللي عاملينها للمناظير المعده ومناظير القولون، تاخدت بال حضرتك، والعمليات اللي هي يعني الولاده، العمليات اللي هي صغيره خالص، هي الاوضه واحده بس صغيره، لكن ثلاث اوض كبار كلهم. ربي يبارك فيكم ويجعل دايما الشفاء على ايديكم يا رب. تحت امر حضرتك. شكرا. السلام عليكم. السلام وبركاته، اهلا وسهلا يا فندم. ازي حالك؟ حضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. ازي حالك؟ انا الاستاذ الدكتور ايمن سليمان، استاذ العظام في جامعه اسكندريه. انا جيت معلش ازعجتكم بقى، دخلت وقلت انا عارفه ان في كانت في عمليه هنا حضرتك هتعملها، فقلت اخش اشوف برضو قسم العمليات هنا عندكم ايه. شرفت. هنا عمليات عظام؟ احنا بنعمل هنا عمليات عظام من اول المناظير، المفاصل، مبادره رئيس لقوائم الانتظار، كل ده بنعمله عندنا. العمليه حضرتك هتعملها دلوقتي ايه؟ دي عباره عن عمليه توصيل اوتار في الكتف. حد عمره قد ايه؟ يعني المريضه عندها في حدود حاجه و50 سنه، واحنا بنحاول ان احنا نوسع حوالين الوتر بتاع الكتف، وفي قطع في الوتر، فبنستخدم زي خطاطيف كده لتوصيل الاوتار. ربنا يوفقك يا رب ويجعل الشفاء على ايدين حضرتك يا رب، يجعلك سبب ان شاء الله في شفائها. وانا عارفه ان انتوا هنا يعني يعني او احنا في مصر عامه بقى في تقدم كبير جدا في مجال طب العظام، فربنا يوفقك. العظام فعلا من الحاجات المتقدمه جدا في مصر، بنعمل مؤتمرات كتيره دوليه، وبالذات في موضوع تغيير المفاصل والمناظير، ده من الحاجات المتقدمه جدا، وبرضك في جراحات اورام العظام. وفقك يا رب، مش هعطل حضرتك، اسيبك بقى ان شاء الله يا رب بالشفاء. اهلا بيك يا فندم. فنان قسم العلاج الطبيعي برضه من اقسام. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اتفضل. انا عارفه ان اقسام العلاج الطبيعي دي تبقى مهمه جدا تواجدها في اي مستشفى. تمام. طبعا من اقسام. اعرف على حضرتك. دكتور ضياء محسب، استشاري الطب الطبيعي ورئيس قسم النووي يعني في المستشفى. يعني ايه اللي بيتم هنا في قسم العلاج الطبيعي؟ هو عندنا في يعني في طبعا اجهزه العلاج الطبيعي العاديه، بس هنا طبعا في عندنا جهاز رسم العصب، يعني ده الحاجه اللي هي مميزه، يعني مش موجود في اماكن محدده يعني. ده جهاز رسم العصب والعضلات، بنتولى يعني بدراسه تشخيص الامراض العصبيه والعضليه. فده يعني الحاجه المميزه يعني مش موجود في المستشفيات. يعني موجود في بعض المستشفيات بس مش في كل المستشفيات يعني. مش في كده. رسم العصب لو هو بيعاني من ايه؟ اي الم يعني مشاكل زي بالنسبه لرسم القلب، بالنسبه لشخص امراض القلب ده بيشخص امراض الاعصاب والعضلات برضه. لما تعمل رسم العصب بيتم بقى علاج طبيعي؟ يعني الطبيب هو اللي بيعمل رسم العصب لانه ده في يعتبر تشخيص طبي يعني. فلازم بعد ما تعمل له رسم العصب بتكتب له بقى علاج. طب اتفضل. يعني بيكتب له ريبورت يعني زي الرسم بتاع رسم القلب كده، بيطلع رسمه برده وبنكتب ريبورت عليه وبيرجع بيه بقى للطبيب المعالج اللي هو يعني بعته اساسا يعني. لو هو طب لو انا اللي بعالجه طبعا يبقى انا حالك. اتفضل. مش هعطل حضرتك. اتفضل.
الله الرحمن الرحيم. هنا مفروض في سيشن للوقايه من الميكروبات وخاصه كورونا. تعالوا نشوف. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ تعرف عليك استاذه ايات اخصائي مكافحه عدوى في المستشفى. كويس قوي موضوع مكافحه العدوى ده. ممكن بس نوطي بقى الفيديو؟ طبعا. انت هنا بتوريهم بقى يعني غسيل ايدي. احنا نوات بنعمل الاحتياطات القياسيه لمكافحه العدوى. احنا عندنا اهم جزء في الاحتياطات القياسيه لمكافحه العدوى هو غسيل الايدي. تمام. هو اللي بيحمينا من كافه الامراض كلها بجانب طبعا كلهم زمايلك في التمريض. تمام. دول اعضاء التمريض الموجودين في المستشفى. طبعا احنا بنعمل تريننج لكل الناس اللي موجوده بصفه مستمره. كل اسبوع تقريبا بنعمل دورات تدريبيه بحيث ان كل الناس تكون ملمه بالاحتياطات كلها. نكون على درايه كافيه عشان نقدر نحمي نفسنا ونحمي المرضى الموجودين معانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عارفه ان التمريض من اهم يعني احنا نحط تحت اهم دي 13 خطوط ان من اهم الـ الـ الخدمات الصحيه اللي بتقدم للمرضى. اول اللي هتعرف على حضرتك. انا مس منال الامير نائب مدير تمريض مستشفى قصر الشفاء منسق التدريب كلينيكال انستراكتور في كليه تمريض ماجستير تمريض دفعه 2013. قولي لي يعني دايما يعني بحس ان القطاع بتاع التمريض ده مظلوم شويه يعني او هم دول الجنود المجهوله واللي هو من غير التمريض اللي بيتقدم بشكل صح ممكن يكون في مشكله كبيره جدا في اي مركز طبي او اي مستشفى. خاصه ان احنا انا عارفه ان دلوقتي بقى في تطوير كتير قوي في القطاع ده وفي تاهيل بشكل كبير. قولي لي ايه يعني احكي لنا كده بشكل مختصر ايه اللي بيتم هنا في المستشفى في قطاع التمريض وازاي ممكن تكون الخدمه الصحيه بتقدم بشكل افضل بكتير من الصوره الذهنيه المعروفه عن التمريض عند ناس كتير. تمام. هو في نطاق كلام حضرتك بدايه التمريض فئه مظلومه. هي مظلومه عشان الناس اللي ما عندهاش فيدباك عن التمريض بيعمل ايه بالظبط. بس احنا لو على الميديا بنعرف التمريض شغله ايه او طبيعته ايه هتوصل الصوره واضحه جدا. مثال حي عندنا في مستشفى قصر الشفاء. انا الجنود هي مش مجهوله. الجنود اللي عندنا في قصر الشفاء كتمريض جنود معرفه جدا تمام بطبيعه شغلها وبالاتيتيود بتاعها في ممارسه مهنه التمريض. احنا بنعمل اللي علينا الحمد لله. نتائجنا واضحه على الحالات. يعني انا عندي المرضى اللي بتدخل وحدات العنايه المركزه يمكن دي مثال حي. اما يدخل لي مريض ارستد بدل يعني حصل له توقف في عضله القلب مره او اثنين او ثلاثه بنقعد اكتر من ساعه نعمل له السي بي ار اللي هو الانعاش القلب الرئوي ويرجع بعديها يبقى مريض واعي جوه وحده العنايه منها يبقى انسان طبيعي يخرج بيته. انا شايفه ان ده بنسبه 90% تمريض. الله يبارك لكم ان شاء الله في عملكم ويأجركم عنه يا رب. اشكرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعرف عليك. مستر محمد سعيد حاصل على بكالوريوس تمريض جامعه اسكندريه وباحث لدرجه الماجستير في تمريض العنايه الحرجه في جامعه دمنهور. ما شاء الله يعني انت شغال تمريض في الحالات الحرجه. دي حاجه صعبه شويه. طبعا لان احنا يعتبر شغلنا كله بنتعامل داخل العنايه بيصادفنا حالات كتير حالات نزيف في المخ حالات جلطات القلب حالات حوادث من بره دخلنا هنا العنايه فكل الحالات دي بتبقى موجوده معانا في قلب العنايه. وصلنا دلوقتي الرعاية المركزة واعتقد ان هنا يعني الرعاية اهم ما يميز مستشفى قصر الشفاء. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ انا اسمي دكتور عماد حمدي مدرس في كلية الطب جامعة اسكندرية واستشاري الحالات الحرجة والعناية المركزة. طبعا ما رضيتش ندخل جوه انا قلت يعني نقف من بعيد شوية وبدل ما ندخل انا عارفة ان هنا المكان معقم جدا وبصراحة صعب ان احنا نخش نصور جوه. فقولي حضرتك يعني احكي لنا كده الرعاية المركزة اللي موجودة في القصر الشفاء ايه بالظبط اللي بيميزها عن اي مستشفى تانية وايه اللي بيتم خلال الرعاية؟ هو العناية المركزة عندنا مختلف عن اي مكان تاني. احنا عندنا عدد اسرة 102 سرير عناية مركزة وده رقم طبعا كبير جدا مش موجود في اي مستشفى تانية. في تقريبا 50 جهاز تنفس صناعي برضو ده رقم كبير جدا يعني. دي اكبر قسم موجود في المستشفى وفي تعاقدات كتير جدا مع شركات ومع تامين صحي وفي جزء من الاسيره طبعا موجود لخدمه اهالي المنطقه والحالات الحرجه الموجوده. مع
عارفه ان يعني ازمه عدم وجود اسره في مستشفيات كتيره في مصر مش بس هنا في اسكندريه، ان يكون في سرير الناس تدور على سرير للرعايه الحرجه، يا ربنا يا رب يشفي الناس جميعا يا رب. ولكن هنا انت بتستوعب قد ايه مثلا تقريبا يعني؟ لا هو هنا عدد بتستوعب عدد الناس اللي بيجوا تقريبا حوالي 70 سرير عنايه مركزه تقريبا، بيبقى معظمهم بيبقى فيه حالات محتاجه، ويعني تقريبا معظم الحالات اللي بتيجي بيبقى ليها مكان عشان عدد الأسير زي ما قلت حضرتك كتير جدا يعني. فأكيد يعني ربنا يعينكم إن شاء الله ويحفظكم ويسلمكم من كل سوء يا رب. الله يخليك، شكرا لك يا دكتور. برحب دلوقتي بدكتور علي زيدان، أستاذ أمراض القلب بجامعة الإسكندرية ورئيس وحدة الأسطرة. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم، تشرفنا بيك يا رب. قول لي ايه اللي بيتم هنا في القسطره، خاصه يعني انا عارفه ان في تطوير كبير قوي في مجال قسطره وجراحه القلب، هل مثلا الاجهزه بتساعد او بتكون عامل مساعد في انجاح؟ طبعا كل شيء بامر الله، ربنا يشفي كل مرضانا يا رب. هل الاجهزه برضو بتساعد ان يكون عندك جهاز بيساعد الطبيب بشكل كبير في انجاح العمليات؟ والحقيقه في شقين لنجاح المهمه اللي احنا بنقوم بيها. نمره واحد ان يكون المكان مجهز جدا، نمرة اتنين ان الناس اللي بتشتغل في المكان تكون على كفاءة عالية. فزي ما حضراتكم شايفين الجهاز القسطرة من افخم الاجهزة في مصر وابديتد، والكلاريتي بتاعت الصورة بتاعته دي بتساعدنا كتير في تحديد مواقع الانسداد في الشرايين وازاي نقدر نحط الدعامة بدقة شديدة في مكان الشريان المسدود. كمان بيشتغل على البريفرال او الشرايين الطرفية والشرايين المخ، بعض الحالات ممكن تتعمل على الجهاز الفيليبس ده. الحاجة التانية التعاون في التيم، يعني التيم بتاعنا هنا في المستشفى مميز جدا ان في تعاون ونوع من الهارموني بين الفريق العمل في القسطرة وفريق العمل في العناية العامة وقسم جراحات قسم الطب الحركة، ففي نوع من الهارموني المستمر بحيث ان لو لا قدر الله في حصل اي مضاعفات بيبقى في التيم بيتجمع كله في ثانية عشان انقاذ حياة المريض. يا دكتور الحالة اللي داخلة لحضرتك اذا كانت مثلا حالة حرجة ممكن يتعمل لها قسطرة ولا لا؟ وخاصة كمان ان هم هنا في المستشفى عندهم تميز ان عندهم عدد اسيرة كبيرة قوي للحالات الحرجة والعناية المركزة. حضرتك بتختار المريض مثلا اذا كان ينفع يعمل قسطرة ولا لا من خلال حالته او الصورة الكاملة لحالته المرضية، ولا في حالات كلها بتتساوى في ان هي ممكن تعمل قسطرة؟ الحقيقة قسم القلب عندنا بيتميز ان هو على استعداد كامل لاستقبال اي حالة قلب جلطات حادة في القلب، ودي المسألة مسألة وقت، فعشان كده عندنا التيم مجهز انه يبقى موجود والعيان على القسطرة في خلال 90 دقيقة. الجزء الثاني الحالات اللي هي فيها مضاعفات برضو بيتم التعامل معها مع الطب الحرج قسم العناية المركزة والقسم القلب. الحالات اللي هي جاية في حالة صعبة ما ينفعش تدخل القسطرة، مريض عنده فشل كلوي، عنده مشاكل في التنفس، بيفضل ان هو بيبقى تحت في العناية العامة بإشراف أطباء الطب الحرج، وبعد ما الحالة تستقر بنقدر نطلعه على القسطرة ونعمل له المطلوب، وهم كمان بيطلعوا معاهم عشان يبقى التيم بتاع الكارديولوجي التيم القسطرة وتيم الطب الحرج الاثنين مع بعض. يا رب يوفق حضرتك يا رب، ويكون دايما عندنا تطور في كل علاج امراض القلب. انا عارفه ان يعني مهنه الطبيب مهنه يعني صعبه وشاقه، وفي نفس الوقت ما يكون متخصص في امراض القلب بتبقى يعني اصعب كتير، فربنا يوفق حضرتك يا رب. انا اتشرفت بحضرتك ونتمنى ان يعني دعواتكم ان احنا نأدي الخدمه على اكمل وجه. شكرا يا فندم، شكرا. السلام عليكم. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. بس قلت برضو بسرعه كده اكلم حضرتك، الاول عرفني على حضرتك. انا دكتور احمد متولي، خبير استشاري جراحات الاوعيه الدمويه وجراحات الاوعيه الدمويه التداخليه، واستشاري كليه الطب جراحات الاوعيه الدمويه التداخليه. ده حاجات كتير قوي. نوفق حضرتك يا رب. احنا داخلين هنا قسم القسطره، كنت عارفه ان هنا المستشفى متميزه جدا بالقسم هنا موجود فيه قسم القسطره وجراحه القلب. بصراحة احنا عندنا هنا جهاز من افضل الاجهزة اللي هي موجودة في حالات الاساطر بوجه عام. انا بتكلم بصفة الشق اللي خصني انا كدكتور اوعية دموية او متخصص جراحات الاوعية الدموية التداخلية.
جهاز هنا خطير جدا مميز جدا، بتعمل فيه احدث يعني بيعتبر من احدث التقنيات العالميه في مجالات الاوعيه الدمويه. كان زمان بنشتغل طرق جراحيه تقليديه، بعدين بيخش عينيه مركزه بيقعد 6 ايام اسبوع اكثر، فبتشق بطنه بتشق رجليه، قصص طويله عريضه، مضاعفات عاليه جدا. دلوقتي العمليات العيان بيخش الصبح بيخرج في اخر اليوم، يعني اقل من 24 ساعه في المستشفى. ما شاء الله، يعني هي جراحه يوم واحد؟ جراحه يوم واحد، لا في جرح، لا في مشط، لا في برز، ولا في متابعه في نفس اليوم. كان زمان بنعمل بس الاطراف، يعني الناس اللي بيجي لها عندها قصور حاد في الدوره الدمويه او قصور مزمن في شرايين الرجل، حالات اللي هي سياده خصال القدم السكري، كان الحاله دي بتنتهي بالباتر، وكانت نسبه الباتر بتاعتها تبقى عاليه جدا. هي كان فعلا منتشر جدا. دلوقتي الكلام ده قل بنسبه دراماتيكيه زي ما بيقولوا. بنخش بنعمل توسيع الشرايين كلها، الشرايين الفخذ، الشرايين الساق، يا رب يعني يجعي وعينكم ويسلمكم من كل مرض يا رب. ربنا يشفي كل مرضان يا رب. اشكرك. شكرا، شرفتونا. شكرا جدا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اي حضرتك؟ تمام والله الحمد لله. ازي حضرتك؟ ليه ما جيت تخش هنا الحضانه؟ انا عارفه ان احنا صعب نخش يعني عباب كده. يعني احنا في الحضانه هنا عندنا حالتين، في حاله صفراء عاديه يعني. هو ده صغنونين قوي. هو ده بقى اللي مولود قبل ما عادوا بفتره كبيره، يعني من اول 32 اسبوع. ده طفل ولا طفله؟ طفل عنده 32 اسبوع كده، كم شهر يعني؟ بدايه السابع مثلا كده. طبعا بيبقى مولود قبل ميعاده. طبعا ده كل المخاطر بتاعه الحضانات بتبقى موجوده فيه، حتى لو هو مستقر حالته الان، بس مولود قبل ميعاده وارد طبعا ان المعده عبال ما بندخل له اكل والكلام من ده بندخله تدريجي، وارد ان يحصل له في مشاكل في المعده، وارد انه يحتاج جهاز تنفس صناعي، ده وارد جدا. وارد انه يحصل له حاجات نزيف، حاجه اسمها النزيف في الفتره اللي هي لنقص النمو، ده كله وارد معاه. بنبتدي طبعا اول لما بيتولد بنعمل له حاجه اسمها الاستعداد او انعاش الاول، نشوف حالته محتاجه، هل محتاجه جهاز تنفس صناعي ولا لا. ده من الاول، مش محتاج جهاز تنفس صناعي بنتابعه ونحطه في الحضانه. اهم حاجه بنحافظ على حراره الحضانه زي حراره الام بالظبط كده، زي درجه الحراره اللي جوه، وبنشوف الدنيا ايه. في مشكله عندنا في موضوع ان بقى يعني اتساع الحضانات، وان يكون في حضانات يعني المشكله في جهاز التنفس. الطفل لما بيبقى محتاج جهاز تنفس صناعي ده بتبقى مشكلته اكبر شويه، تمام؟ يعني لان انت ممكن يبقى عندك 7-8 حضانات، بس انت بيبقى معاك في المستشفى مثلا 2 فنتليتور 3 فنتليتور، فانت لو عندك الثلاث حالات مثلا بجهاز تنفس صناعي مش هتقدري، حتى لو عندك 4 اماكن فاضيه مش هتقدري تستقبلي حاله ثانيه، تمام؟ ربنا يحفظك يا رب العالمين. يعني اكيد محتاجه عنايه رهيبه، وانت يعني كبيره قوي وانت بتنقلي. ما انا هنا في الحضانه طبعا احنا بنبقى متطهرين دايما، وانا يعني بحط استريليوم على ايدي. شايفاكي حطيتي وبعدين؟ ايوه فعلا كنت بعدين. يعني تتعاملي معاه، مدربه ان انت تقدري تتعاملي معاه، تنقليه توديه يعني بشكل او باخر، تتعاملي ينقليه كده او تنقليه كده، تحركيه يعني. ايوه تمام، مفيش اي مشكله. واهم بروتوكول في البروتوكولات الحضانات عموما هو اللي هو سياسه مكافحه العدوى. المفروض اي حد بيدخل قبل ما يتعامل مع اي حاله بيخش الحوض الاول، يغسل ايده بصابون بتدين، ويظبط ايده ويعقم نفسه قبل ما يحط ايده في الحاجات، ويبتدي بقى يحط كحول على ايده قبل ما يدخل ايده في الحضانه. الحاجه الثانيه، لو طفل زي ده مثلا مش على طول بنفتح عليه الحضانه، عشان ده اهم حاجه فيه عشان يكمل درجه حرارته تبقى كويسه. ده اصغر طفل هنا صح؟ ده اصغر طفل. ما شاء الله اكبر شويه. لا كبير ده، هنت سنه. انا شهر عندنا اصلا، واتفصلت من على جهاز التنفس الصناعي، والمفروض ان هي هتخرج النهارده. ربنا يبارك فيكم يا رب. شكرا. ربنا يحفظك. في نهاية
بدايه جولتنا في مستشفى قصر الشفاء للطب الدولي بالاستاذ مرقس ثابت المدير الاداري، وحييك وبشكرك على يعني التطور اللي انا شايفاه في المستشفى، وفي نفس الوقت انا شايفه ان في اداره جيده، ودي من اهم نجاح اي مشروع، مش فقط المشروعات او المراكز الطبيه، لكن اي مشروع مهم فيه او الاهم فيه كيفيه الاداره. برحب الاول بحضرتك وبشكرك جدا. طبعا احنا اونرز جداد للمستشفى، احنا لسه مش مجموعة شركات الباشا، لسه مشتري المستشفى في شهر 9 اللي فات. طبعا احنا ادارة بقالنا حوالي 6 اشهر، احنا ادارة جديدة لنا فكر مختلف خالص. احنا طبعا اهم حاجة الخدمة العلاجية. طبعا احنا في حاجات قلنا هنبتدي بيها واولويات للمستشفى. احنا مجموعة شركات الباشا برئاسة السيد المستشار أسامة عبد الجواد. احنا طبعا خطتنا كان اولوياتها طبعا العيادات، ابتدينا نجيب اساتذة الجامعة ونبقى على مدار 16 ساعة. طبعا عندنا قسم الطوارئ، ده من الحاجات المهمة عندنا. طبعا عندنا قسم الداخلي، في طبعا عندنا دكاترة 24 ساعة متواجدين موجودين في المستشفى في جميع التخصصات. برضو أستاذ مرقص، تقديم الخدمة الطبية، يعني شايفة أن الخدمة الطبية دي منتج زي أي منتج بيتقدم للمستهلك، هو بيتقدم صحيح للمرضى، ربنا يشفي كل مرضانا يا رب. ولكن أنا أقدم الخدمة الطبية بشكل بجودة معينة، بنظام، بنظافة، اللي هي معايير الجودة اللي هي لأي منتج. برضو الخدمة الطبية أكيد بيبقى ليها معايير، هل أنتوا رأيتوا كإدارة جديدة أن يكون الخدمة الطبية تتقدم على مستوى معين لكل المرضى اللي بييجوا المستشفى، خاصة أن المستشفى هنا زي ما عرفنا هي المستشفى الوحيدة اللي موجودة في مدينة الدخيلة؟ هي المستشفى الوحيدة الموجودة في مدينة الدخيلة طبعا، وإحنا أهم حاجة طبعا الرعاية الصحية، ودي هي المنتج اللي أنت بتقدميه، فلازم طبعا نهتم بيه جدا ونهتم بالمرضى، لأني في الأول وفي الآخر أنت بتقدمي خدمة طبية، فلازم الخدمة الطبية دي تبقى على أعلى مستوى، فندقة على أعلى مستوى. في طبعا مستشفيات بتهتم بالخدمة الفندقية ومبقاش فيها طبي كويس، طبعا احنا بنحاول ان احنا نهتم بالاتنين ونرفع الاتنين. يعني انت تخاطب كل الفئات، يعني اذا كانت في فئة اللي هم التأمين الصحي او المتعاقدين مع شركات او اللي هم جايين خارج القطاعين دول، فانت بتقدم الخدمة بحيث انها يعني تتناول كل الشرائح. هو انا بقدم الخدمة لجميع الفئات، للتأمين الصحي والنقدي والشركات، بس طبعا كله بياخد نفس الخدمة، لان دي ما ينفعش يبقى فيها ما ينفعش فيها اولويات، لان كله بياخد الخدمة. ودي اولا وفي الاخر الدكاترة عندنا دي بتعمل ربنا وضميرها الاول، لان ده برضو مريض ما مش بيبص عليه هو نقدي ولا شركة ولا تأمين، هو تفرق معاه ان الحالة تتحسن، ان هو احنا بيجينا حالات حرجة كتير جدا وحالات صعبة بتعدي الحمد لله، وتبقى دي حاجة كويسة، بنبقى فخورين ان احنا عملنا عملية لحد كان يعني نسبة نجاحها 1-2% و5% وبتعدي، فده طبعا بيدل ان احنا بنطور وبنحاول ان احنا ندي احسن خدمة ممكنة. جميل جدا، ربنا يوفقكم يا رب، واكيد يعني طالما بتقدم خدمه بالشكل اللي حضرتك اللي احنا شفناها كمان من غير ما حضرتك بتقول، فاكيد يعني ربنا هيكرمكم ان شاء الله في الاوان. يعني ربنا يشفي كل مرضانا باذن الله، ما يكونش في عندنا مرضى ابدا في مصر، ولكن محتاجين زي ما في دلوقتي في اولويه للرعايه الصحيه والطبيه، ويكون في تطور. انا شايفه برضو في تطور انتم بتحاولوا توجبوه بان يكون في اجهزه موجوده المتطوره والحديثه اللي برضو بتساعد في العمليات وبتساعد المرضى بشكل اكبر، بتكون عامل مساعد مهم جدا في شفاء المرضى. اعتقد برضو دي من العوامل كويسه جدا اللي انتم يعني شايفاها موجوده بشكل كبير في المستشفى، واكيد ده من حرص برضو الاداره الجديده. هو احنا طبعا احنا لما استلمنا المستشفى كان محتاجه شويه تطوير جامد، وبالذات تطوير في الاجهزه. احنا فعلا ابتدينا نشتري اجهزه جديده ونشتري الات جديده، في ابتدت اقسام تشتغل عندنا ما كانتش موجوده.
متعاقدين على أجهزة جاية إن شاء الله الشهر ده تعلي من كفاءة المستشفى وتعلي من خدماتها وتديها ميزة أكتر ما هي كانت موجودة. وأكيد أكيد اللي بيجي المستشفى بيحس كل يوم بيحس إن في طفرة في المستشفى مختلفة عن الأول وده طبعا احنا حاسينه من الناس والناس بتقول لنا عليه وده طبعا حاجة مشرفينا طبعا ان احنا ابتدينا نتطور وابتدينا الناس تحس بالتطور ده وابتدت تحس بالخدمة وابتدت تحس بالمعاملة عن الأول لأن الأول كان الموضوع يعني احنا لما استلمنا كان الموضوع صعب جدا علينا ان احنا مش بنين مستشفى من الأول فاحنا اللي بنأسسها لا ده احنا واخدين مستشفى ليها تاريخ وليها اسم وليها كل حاجة واحنا بنحاول نعدل فيها التعديلات دي طبعا صعبة بالنسبة لنا وصعبة بالنسبة للمكان اوريدي موجود وشغال فطبعا ده احنا لما ظبطناه وبان النتيجة احنا حسينا ان احنا ان شاء الله هنبقى احسن واحسن وهنبقى متميزين اكتر من احنا موجودين ان شاء الله تكونوا متميزين وتقدموا ميزه تنافسيه في مجال الطب والصحه يعني في مصر ان شاء الله ودايما كده متطورين باذن الله تعالى. اشكرك جدا. شكرا. ربنا يوفقكم.